بمبادرة من المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية بتشات، جاءت هذه الطاولة المستديرة التي ركزت على البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية في عهد الجمهورية الخامسة. برنامج سياسي مقسم إلى 12 مشروعاً ومئة إجراء، وقد أحيا هذه الطاولة المستديرة شخصيات بارزة وهم الدكتور حجار محمد أحمد والدكتور أبكر سليمان وغامباي جوغولتا أرما. وتناوب المتحدثون حول البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المتداخل الأول الدكتور حجار محمد أحمد، ركز في مداخلته على المشروع الخامس المتعلق بالقانون ودور المرأة التشادية في المجتمع. عندما وضع نقطة خاصة للنساء هن المدرسة الأولى للتربية والتعليم والتوجيه، والمرأة إذن هي أدرى بمشاكلها، وأقول من الوسائل أن السيد الرئيس يعطي ما يخص من البرنامج فيما يخص النساء، يجب أن يبحث عن امرأة قيادية مؤمنة وطنية في بذل من أجل الوطن وبناء الوطن. أما المحاور الثاني غامباي أرمان جوغولتا، فقد تطرق إلى تطوير المشاريع الأربعة، الأولى المتعلقة بالسلام والعدالة الاجتماعية والتضامن والتعليم وتعزيز الرياضة. أما المحاور الثالث الدكتور أبكر سليمان، فقد دعم المشروع التاسع لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يهدف إلى تعزيز تنمية العالم القروي. واغتنم المشاركون هذه الفرصة للدعوة إلى تنويع الاقتصاد التشادي والعدالة الاجتماعية، ومع الاهتمام الكبير بهذه المخاوف يؤكد المتحدثون أن رئيس الجمهورية محمد إدريس ديب إتنو هو رجل الحوار الاجتماعي الذي يعمل من أجل المساواة والعدالة للشعب التشادي، وتهدف رؤيته السياسية إلى تعزيز اقتصاد مرن ومتنوع من أجل رفاهية السكان التشاديين.